ألف مليون مبروك لمصر، ألف مليون مبروك. منتخب مصر يتأهل لدور الربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية بعد فوزها على كوتوفوار بركلات الترجيح، ألف مليون مبروك. منتخب مصر يبلغ ربع نهائي أمم أفريقيا بعد فوز مصر على ساحل العاج بضربات الترجيح. منتخب مصر يتأهل إلى الربع النهائي، مليون مبروك لمصر. الحمد لله، طبعا الكل كان قاعد على أعصابه بسبب المباراة، الحمد لله انتهت بالفوز بركلات الترجيح. مبروك ليك يا مصر، وإن شاء الله في تقدم دائم، ألف مليون مبروك. وما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والاشتراك. أعزائي المتابعين، دمتم بأمان الله، ومليون مبروك، الكل يفرح النهاردة. دمتم بأمان الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.